هذا يجوز اعتزال الرجل المبتدع ولو كان جار وهو يعارض الكتاب والسنة والعوام يتبعونه. تنظر المصلحة، إن كان المصلحة في اعتزاله اعتزلته، وإن كان المصلحة تقتضي أن تخالطه فربما يضر بالدين إذا اعتزلته فعلت، فأنت لا تعتزل عن شهوة لنفسك ولا تخالطه عن شهوة لنفسك، بل تنظر ما هي المصلحة التي تترتب وما هي المفسدة التي تترتب على مقاطعته ومباينته. وعلى كل فالذي ينبغي هو الابتعاد عنه، الابتعاد عنه وعن مجالسته، والله المستعان. ونصح الآخرين في حدود ما تستطيع بأن يبتعدوا عنه.